بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان والابد الابد كلها امين. احبائي، ومعنا قراءات الكتاب المقدس اليوم رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا، جزء كبير من الاصحاح الرابع وخمس ايات من الاصحاح الخامس. في الاصحاح الرابع بيتكلم عن ايمان ابونا ابراهيم، ايمان ابونا ابراهيم. يقول في العدد 18 في الاصحاح الرابع من روميا، وده سمعناه الكلام ده في رساله البولس اليوم، فهو على خلاف الرجاء امن على رجاء لكي يصير ابا لامم كثيره، كما قيل هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع صار. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن إن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. آيات بسيطة أحبائي لكن مهمة لحياتنا إحنا، يتكلم فيها معلمنا بولس الرسول عن إيمان أبونا إبراهيم، وهذا الإيمان القوي مثال لإيماننا إحنا، لازم يبقى إيماننا كده زي أبونا إبراهيم. يتكلم الأول عن الأشياء الميتة. إيه اللي كان ميت في معلمنا أو أبونا إبراهيم أب الآباء ما كان عمره 100 سنة؟ هيخلف إزاي؟ ومرأته 90 سنة هتخلف إزاي؟ كان مستودع سارة ميتا، وكان أيضا مستودع أبونا إبراهيم ميتا، هيخلف إزاي؟ ولكن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. مقصود في الآية دي هذه الحجارة أن رحم أمنا سارة قد تحجر، لكن رب المجد قادر أنه يحيي هذا الجزء الميت لكي ما يقيم أولادا لأبونا إبراهيم. هذا الرحم الذي لا يوجد فيه حياة بإرادة الله وبإيمان أبونا إبراهيم وثقته في الذي وعد رب المجد، لما زارهم وعدهم، وعد سارة إبراهيم هيكون لكم نسل، قعد الوعد ده منتظرينه قد إيه؟ 25 سنة. طب ده يا رب ساعة أنت ما وعدت سارة إيه؟ ضحكت في خبائها، قالت إزاي أنا هكون أم؟ إزاي ده أنا عجزت وشخت، وسيدي إبراهيم عجز وشاخ، ولكن وعد رب المجد يسوع قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. رب المجد حينما أعطى لأبونا إبراهيم وعد، أعطى لنا معه رجاء أن وعوده قوية، ووعوده لنا بالحياة الأبدية. كما أعطى لأبونا إبراهيم وعد بالحياة على الأرض، أعطانا إحنا وعد بالحياة الأبدية، وده موجود في رسالة يوحنا الأولى. قادر رب المجد أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم حتى وهو في الشيخوخة، ولكن يمتعه رب المجد بأبوة، وأبوة صالحة، لكي ما يعطينا نحن أيضا رجاء. عشان كده يقول في الآية فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. مين في السن ده يبقى عنده رجاء أن يخلف؟ لكن أبونا إبراهيم آمن، أمنا سارة آمنت، وصدقوا وعد الله. دي موجودة في عبرانيين 11، يقول عن سارة أنها حسبت الذي وعد صادقا. يبقى لما ضحكت في خبائها في العهد القديم ما كانتش بتضحك ان هي مش مصدقة، لكن هي مصدقة، ولكنها بتضحك وبتتخيل منظرها في السن ده هتبقى شايلة طفل معقول فبتضحك، لكنها هي كانت مصدقة وعد رب المجد
وده أيده بولس الرسول في عبرانيين 11 عن أمنا سارة، يقول أنها حسبت الذي وعد صادقا. ولكن ده على خلاف رجاء، كل رجاء الناس يختلف في هذا. فيقول هنا في روميا 4: فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. قديس يوحنا ذهب الفم يعلق على الآية الحلوة دي ويقول على خلاف رجاء البشر، في رجاء من جهة الله آمن أبونا إبراهيم بالوعد ونال الوعد ونال رجاءه، فكان الإيمان هو سنده. إيمان أبونا إبراهيم هو اللي سنده، عشان كده في الآية اللي بعديها: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله. عشان كده احنا هنا أحبائي يبقى عندنا إيمان، لا ترتاب في وعود الله، ثق في وعد الله مهما طال الزمان. يقول معلمنا يوحنا ذاهبي الفم: ولا علامة، ما ربنا ما ادالوش برهان لإبراهيم ولا اداله علامة، إنما مجرد كلمات بسيطة وعد بها الله أبونا إبراهيم. ومع هذا لم يتردد أبونا إبراهيم في وعد الله، لم يشك في وعد الله، بل كان يثق ثقة قوية في كلمات الله. عشان كده يقول في الآية اللي بعديها معلمنا بولس الرسول: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. ناخد احنا الآية دي نبقى واثقين من وعد الله، واثقين من كلمات الله، واثقين من صدق كلماته وصدق وعوده لنا في الكتاب المقدس مهما طال الزمن. واحد هيجي يقول: طب ليه ربنا بيطول عليا؟ اقول له: انا اسف، انت اللي مواعيدك خطا مش مواعيد ربنا. ربنا عارف مصلحتك اكتر منك. انت طلبت الشيء الفلاني في الوقت ده، ربنا شايف ان الشيء ده لو جالك في الوقت ده هيضر، فبيأجله شويه او بيلغيه خالص. مين اللي يعرف مصلحتك اكتر، انت ولا ربنا؟ عشان نرتاح من الموضوع ده، تخيل كده ان انا وحضرتك وكلنا طفل عمره سنه، ورب المجد ده هو الاب والام والصديق والاخ والحبيب وكل حد. هل ابنك اللي عمره سنه هتسيبه يمسك علبه الكبريت مثلا؟ مثلا يستحيل، هتاخدها منه هيعيط، بيعلن تمرده وعايز يقول لك: انت غلطان انك خدت مني الكبريت. هو ده اللي احنا بنعمله مع ربنا: انا عايز يا رب الموضوع ده دلوقتي. ربنا يقول لك: طب الموضوع ده مش في مصلحتك دلوقتي، ازعل انا. يجي في وقت معين اللي اراده ربنا يديك ايه؟ الطلبه اللي انت طلبتها من سنه، من 10، من 20، من 25 سنه، زي ما ادى ابونا ابراهيم وامنا ساره. عشان كده يقول: تيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا، لذلك حسب له برا. يعني ابونا ابراهيم كان عنده ايمان في وعد ربنا، وعنده ايمان ان ربنا قادر على ان اللي وعد به يكمله. عشان كده حسب لابونا ابراهيم برا هذا الايمان القوي. الاصحاح ده كله احبائي اصحاح ايمان ابونا ابراهيم، الاصحاح الرابع من رساله بولس الرسول لاهل روميا، ايمان ابونا ابراهيم. يختم في الاخر، في اخر الاصحاح، ويقول عن رب المجد يسوع ان لما ابونا ابراهيم امن وحسب له برا، يتكلم عن ربنا ان ربنا اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. الايه دي احبائي لازم نحطها عنوان لحياتنا كلها، لان دي ايه الخلاص في الكتاب المقدس، ده ملخص حياتنا كلها في الايه الحلوه دول كلمتين بساط: اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. لما ابونا ابراهيم، ابونا ادم في البدايه، وقع في الخطيه، خطيه عدم الطاعه، كان واجب علينا حكم الموت كلنا من اول ادم الى الاخر. فرب المجد يسوع تحنن ورفع عنا هذه الخطيه وهذه المشكله الصعبه، كان حلها ان رب المجد يسوع يموت مكاننا ويدفع الثمن عنه. هي دي اسلم لاجل خطايانا، حل المشكله الاولانيه. طب خلصنا بقى، دخولنا السماء ندخل ازاي؟ اقيم لاجل تبريرنا. عشان كده يجب انه كان يدخل الاب ويقوم منه تاني
واحنا ندخل معاه في المعمودية ونقوم معاه ايه في المعمودية. عشان كده يقول بولس الرسول مدفونين معه في المعمودية، دي في رومية 6 على فكرة، مدفونين معه في المعمودية، نندفن معاه ونقوم معاه. نندفن معاه عشان ندفن خطايانا معاه ويغفرها لنا، ونقوم معاه عشان يقول لنا يلا ايه اتجاهنا نحو السماء، ندخل السماء بعد ساعة، بعد اثنين، بعد يوم، بعد عشرة، بعد مئة سنة. ربنا يديكوا ايه طولة العمر. أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. أسلم ذاته بإرادته وحده للصليب لكي ما يغفر لنا خطايانا نحن الخطاة، وأقيم لأجل تبريرنا كما يأخذنا ويدخل بنا إلى الملكوت السماء. ربنا يعطينا هذا الإيمان الرائع يا أحبائي، يعطينا هذا الإيمان النقي، إيمان أبونا إبراهيم، إن احنا نآمن بربنا، نصدق مواعيده، نثق في كلماته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وأبد آمين.